الكرام، ونبقى دائما في أجواء المدارس وعلومها، ولكن هذه المرة بنتعرف مع بعض على اختبار الإمارات القياسي لطلبة الصف الثانية عشر إنجاز ومواعيد اجتيازها خلال العام الدراسي الجاري، والهدف من إمسات وأهميته في دعم الطلبة وتأهيلهم، مع ضيفنا الأستاذ أحمد البستكي نائب المدير العام للعمليات المدرسية في مدارس الإمارات الوطنية. يا أهلا ومرحبا بك وصباح الخير. صباح النور والسرور، حياكم الله، شكرا على دعوتكم وعلى الاستضافة في هذا المكان الجميل. الله يسلمك، بالعكس واجبنا. دائما حنقول الضيوف لنيبهم مختارينهم لأن عاملين شيء، عاملين طفرة، عاملين شيء يفيد المجتمع، لذلك أنتم موجودين معنا ونتشرف فيكم دائما. الشرف لنا، الله يبارك فيك. طيب السلام. بداية لو تعرفنا أستاذ أحمد عن أو تعطينا لمحة عن إمسات والهدف منها. حقيقي إمساد هي اختبارات، اختبار الإمارات القياسي. هذه الاختبارات عبارة عن اختبارات إلكترونية موحدة، الهدف منها هو قياس مهارات الطلبة ومعارفهم في المواد المستهدفة اللي هي يختبر فيها الطلبة، وأيضا تؤدي بعد ذلك إلى تعزيز قدرات الطلبة في هذه المجالات بحيث تهيئه بشكل أفضل للحياة المستقبلية التي سيقبل عليها. أستاذ، شو هي النتائج اللي حققتها مدارس الإمارات من بعد استحداث اختبار الإمارات القياسي؟ الكثير منها استفادت منها المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها كانت الهدف منها هي قياس مدى تأثير المنظومة التعليمية لتأهيل الطلبة للجامعات والحياة المستقبلية. فكانت هذه الاختبارات هي نوع من أنواع أنت تقيس المنظومة التعليمية، معايير أداء فيها وأيضا مخرجاتها. فكانت لها هدف جميل جدا، أنه ساعدت الإدارات المدارس، أنا أتكلم مثلا في مدارس الإمارات الوطنية، وأعتقد كثير من مدارسنا أيضا في وزارة التربية والتعليم، في مؤسسة الإمارات للتعليم اللي هي أرادت أن تستفيد منها، أن جعلت هذه الاختبارات أدت إلى أن تتطلع وتتعرف على مكامن القوة والمكامن التي تحتاج إلى تطوير لعيالنا، خاصة في المواد الأساسية اللي هي يختبر فيها الطالب. وأيضا كانت لها فوائد، أنه ما شاء الله اكتشفنا قدرات عيالنا في هذه المواد، إمكاناتهم، وأيضا تعرف الطلبة على نوعية الأسئلة المختلفة اللي الغير تقليدية اللي هي دائما موجودة في المدارس، وهذه تهيئه على أنه يكون على مستوى الاختبارات العالمية أيضا عيالنا يكون جاهزين. فهذه كلها كانت لها فوائد. فمثلا ما شاء الله يعني عندنا طلبة، طلاب عندنا في مدارسنا حصلوا على يعني فول مارك مثل ما يقول، درجة العالية في بعض الامتحانات. يمكن العام الماضي عندي 3 أو 4 طلاب من في مدارسنا فول مارك حصلوا في الامتحان، وهذه كانت بالنسبة لنا فخورين، خاصة ان احنا طالعين من كوفيد وتأثيرها، وعندنا ما شاء الله هذا المستوى من طلابنا. فهذه اللي يعني كلها كانت لها فائدة كبيرة على المدارس، على المنظومة التعليمية، وحتى على الجانب المناهج تعزيزها تطويرها، بحيث أنه تواكب وتهيئ وتخرج طلاب قادرين إن شاء الله أن يكونوا على مستوى العالمي منافسين. نعم. طيب لو تحدثنا عن مواعيد الاختبارات وأيضا كيفية توزيعها. أعتقد أنه وزارة التربية والتعليم أو المؤسسة الإمارات للتعليم أيضا درجت على أن تحدد المواعيد الملائمة للطلبة من بداية العام. يمكن السنة يمكن شفنا بشكل منظم بشكل جميل جدا، أنه من بداية العام الدراسي كل شهر في مواعيد محددة وفي مناطق جغرافية متنوعة. كانت في ملاحظات في السنوات السابقة على قلة الأماكن، لكن السنة هذه من بداية العام الدراسي فأصبحت متنوعة، في موزعة على المستوى الجغرافي والكثافة السكانية اللي هي فيها الطلاب أكثر، بحيث أنها تناسب كل الطلبة ويقدرون يروحوا يعني ويقدمون هذه الامتحانات في الأوقات اللي تناسبهم، بحيث أنه مثلا أنا كطالب أقول شهر 10 ما يناسبني، بقدم في شهر 11 أو في شهر 12، بحيث أن أكون مستعد لهذه الامتحانات، بحيث أن يكون أيضا جاهزين يقدموا هذه الامتحانات بشكل جيد. شو المواد اللي تندرج في الامتحانات هذه؟ أنت قلت لي أن هي مواد أساسية أنتوا اخترتوها. هي 4 مواد أساسية إلزامية، اللي هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء،
وفي مواد اختيارية للي حاب يتخصص في مواد أخرى، مثلا في الأحياء في الكيمياء، اللي بيتخصص مثلا في الطب وفي الصيدلة وفي غيره، في الهندسة البترول وغيره. لكن هي 4 إلزامية لابد كل الطلاب قبل ما يتخرجون يكونوا امتحنوا فيها، اللي هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء. إذا تسمح لي أستاذ، أنت ذكرت أن صارت الاختبارات أسهل، كيف صارت أسهل الاختبارات عن قبل؟ يعني لو تذكر لنا. لا، هي أسهل لأنك أنت بديت تدرب الطلبة، فتدريب الطلاب للاختبارات هذه مهمة جدا. قبل يمكن أول ما بدأت تنفيذها كانت مفاجئة والناس ما عارفة كيف بتكون هذه الاختبارات، لكن الآن مع الممارسة أصبحت عندنا لابد أن نهيئ كل الطلبة لها الاختبارات. فمثلاً أنت عندك الطلاب عنده امتحان مثلاً في الماث، امتحانات الإمساك ليست كامتحانات المدرسة اللي هي راح يمتحنها للمادة، لا، امتحانات الإمساك شاملة تقريباً، وهي لأنها قياسية وبالتالي يجب أن تكون تغطي كل المعايير المطلوبة ومنافسة عالمياً، يعني الامتحانات اللي هو نسميها سات وغيره في العالمي. فهذه يجب أن تتدرب الطلاب. فمثلاً إحنا سوينا برنامج اسمه إثراء الطريق إلى الجامعة في مدارسنا لتهيئة الطلبة لهذه الامتحانات. تقوم الطلاب أول شيء توفر لهم كل الامتحانات القديمة اللي هي السنوات السابقة، تعمل لهم أسبوعيا تدريب على الامتحانات، امتحانات أونلاين يمتحن الطالب عشان يتعود على كيف يجاوب على الامتحانات أونلاين. ممكن تقول كل يوم كويشن في المادة، في المات، في الفيزيك غير، يتعود عليها. إذا احتاج إلى مراجع أخرى توفر له، يقول لي والله هذه الجزئية أنا ما أعرف كيف أجاوب عليها. فالمدرسين دورهم الآن كيف يهيئوا الطلاب. فصارت المدارس اللي تعد طلابها بشكل جيد ما شاء الله يحققوا نتائج ممتازة، فصار بالنسبة للطالب الرهبة القديمة خفت وصار متعود وصار يثق في نفسه أكثر، لأنك أنت دربته على أساس أنه ما شاء الله يكون مستعد للخوض هذه التجربة وأيضا تقديم النتائج. ولهذا بتشوف النتائج الآن طلابنا في الإمساك أعلى من النتائج السابقة، لأن بدأ الطلاب ما شاء الله يعني عندهم براكتس وعندهم ثقة بالنفس، وأصبحت المدارس تهيئهم لهذه الامتحانات. ما شاء الله، هذه الاختبارات التجريبية تقريبا تلامس الواقع، يعني إلى أي مدى مثل هذه الآلية تفيد الطلبة؟ شوف، أول شيء هي تفيد الطالب أن تهيئه نفسيا للامتحانات. الشيء الثاني تعوده على نوعية الامتحانات والأسئلة المختلفة اللي لم يتعود عليها. الشيء الثالث أيضا تعود الطالب على كيف يجاوب في الوقت محدد، امتحانات إلكترونية وأيضا تغطي كافة الجوانب. الشيء الثالث تفيد أيضا متخذ القرار أنه يشوف الطالب نفسه وين مكان من القوة، وين مكان من محتاجة إلى تطوير، بحيث أنه يطور في العملية التعليمية أو منظومة التعليم عندنا في الدولة، بحيث أن نطلع طلاب قادرين أن يكونوا قادة المستقبل بإذن الله. فهذه كلها حقيقي يعني تفيد بشكل كبير للطالب، للمعلم، لمتخذ القرار في الوزارة أو في المؤسسة. أستاذ أحمد، يعني يكون في كاونت داون يوم الطالب بيسوي الاختبار هذا، أنه وقت معين توا أنت نعم. ذكرت نعم. هل هذه الاختبارات إجبارية ولا اختيارية؟ لا، إجبارية في المواد الأربع الأساسية لكل طلابنا، يعني هي إجبارية لابد أن يتخذها على أساس يحصل على معادلة الشهادة والقبول في الجامعات المحلية اللي هي في دولة الإمارات والبعثات الدراسية. وأعتقد الآن حتى الخدمة الوطنية يسألوا عن امتحانات الإمساك صاروا. والله شيء ذيب، لأن شو اسمه الجامعات والكليات والجهات اللي تشترط مثل هذه الاختبارات عندكم أساميها مثلا؟ هي أول شيء لمعادلة الشهادة، يعني أي طالب عندنا يتخرج لابد أنه يكون عنده معادلة شهادة، فلابد يكون مخلص إمساك، هذه وحدة. ثاني شيء كل الجامعات الحكومية والمعاهد كلها يجب أن يكون الطالب مقدم هذه الامتحانات. البعثات الدراسية والمنح وغيرها يجب أن يكون مقدم هذه الامتحانات. وبالتالي أنت بالنسبة لكل طالب يريد يدرس داخل دولة الإمارات يجب أن يكون مقدم على هذه الامتحانات ومجتازها بنجاح. ما في مفر يعني؟ لا، ما في مفر. أستاذ أحمد، إلى أي مدى يساهم إمساك في تخريج خريجين قادرين على بناء مستقبل قوي وناجح؟ أنت حتى تعد يعني طلاب قادرين على قيادة المستقبل يجب أن تهيئهم للمستقبل هذا. وبالتالي يعني أعتقد الامتحانات الدولية اختبارات الإمارات القياسية جزء منها الآن يعتبر، لأنك في كثير من الدول عندهم مثل هذه الاختبارات القياسية لطلابها. اليوم المنافسة على مستوى العالم ترى في المعرفة وفي العلوم الحديثة، و
كيف تهيئ طلابك وأبنائك للمستقبل. هذه الاختبارات لها دور كبير في أنك تعد الأجيال الحالية للمستقبل. احنا في زمن لما كان في هذه الاختبارات والحمد لله يعني الأمور طيبة، لكن تغير العالم، تغيرت المنافسة على مستوى العالم، فأنت يجب أن تعد أبنائك لهذا المستقبل القادم. فهذه الاختبارات ما وضعت أبدا، وإنما وضعت حتى أن تكون متأكد أن عيالك قادرين على المنافسة على مستوى العالمي. أنا لما يجيني طالب إماراتي ما شاء الله ويحصل هاي سكور مقابل بالطالب من أي دولة أخرى، أنا أفتخر أنه ما شاء الله عيالنا وصلوا، بالفعل عيالنا وصلوا على المستوى العالمي. يعني أنا ما أتكلم الآن عن فقط الاختبارات الإمارات القياسية، وإنما أنا أقارن، لأن أنا قاعد في الميدان وأشوف عيالنا في السنوات الأخيرة هذه الآن مثلا ما شاء الله في بعض الامتحانات العالمية اللي هي مثل الآيلتس مثلا التوفل الغير، يعني ما شاء الله حصلوا على هاي سكور على مستوى كبير جدا، حتى البعض الأجيال مستغربين. فهذه كلها كانت يعني أدت إلى هذه البرامج وهذه الاختبارات، أدت إلى أن طلابنا ما شاء الله يصلوا إلى هذا المستوى. وأنت لابد أن تعد أبنائك للمستقبل، يعني شيتا ما بعيد. البعض يضايق، البعض يقول ليش، وهي المناهج الدراسية، المناهج الدراسية تعدك للمستقبل، لكن أنت أيضا في متطلبات جديدة تأتي، فلابد أن تواكب وتحدث وتطور حتى تصل إلى هذا المستوى. أستاذ أنا لو أضيف نقطة، يعني أنا الأجيال اللي عقبنا يعني يوم أوقف وأتكلم وياهم أتناقش وياهم، أحس أن مستوى الذكاء عندهم عالي جدا، لأن هذا أكيد دور الأمهات والأباء في البيت لأنهم هم مثقفين. فشو النصيحة اللي أنت تقدمها للآباء والأمهات إنهم يجهزون عيالهم إنهم يوصلون لهذا المستوى اللي أنا تكلمت عنه؟ أول شيء قيادتنا الرشيدة الله يبارك فيهم ويطول في أعمارهم، تراهم ما مقصرين في الجانب التعليم. إحنا دورنا كأسر، إحنا دورنا كآباء وأمهات إن نواكب مع قيادتنا، يعني ما بقول شيء أكثر من شيء. صحيح، القيادة تراها ما شاء الله يعني اهتمام كبير. طيب شو دوري أنا كأب كأم؟ هذا ولدنا، هذا ولد الدولة، ترى صح أنا ولدي ويمني، لكن ترى هذا بالمستقبل هو اللي بيقود. صحيح، فإذا لماذا لا أكون سند لقيادتنا الرشيدة أن هيئ عيالي للمستقبل. أنت عندك عيالك مثلا بيتخرج من المدرسة، طيب هيئ له البيئة المناسبة في البيت، التعاون مع إدارة المدرسة، مع المعلمين، مع الاستعداد للمستقبل للجامعات ولغيره. ما قادر نروح في عندنا في المدارس الإرشاد الأكاديمي، الإرشاد النفسي، كل هؤلاء جاهزين يساعدوا الأسر حتى أيضا يجهزوا عيالهم للمستقبل. فإحنا كأسر مفروض أيضا أن نكون لنا دور كبير في إعداد أبنائنا اللي يكونوا قادة المستقبل، بالتعاون مع قيادتنا الرشيدة وما توجهوا إلينا من توجيهات، وأيضا مع المنظومة التعليمية في الدولة. جزاك الله الخير، الله يعطيك الصحة والعافية، كلام شافي ووافي، يمكن وصلت الرسالة لكل من حاب أو يتساءل عن إمسات ما هي. اليوم الأستاذ أحمد عطانا كل هذه الأمور، أكيد وصلت عندكم. شكرا جزيلا لك. عفوا، شكرا لك. شكرا لكم.